دكتور جورج حنا مؤسس ورئيس عيادات نيو مكسيكو ونيو مكسيكو دنتال انستيتيوت وايضا نيو مكسيكو فاونديشن في امريكا، اسم لامع في طب الاسنان على المستوى التخصصي والمستوى الاكاديمي، وهذا التزاوج ما بين العملي والعلمي ادى الى انشاء نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت في الخارج، وحملها معه الى الوطن الام لبنان الذي حمله دوما في عقله وقلبه. دكتور أن كريستال مخلوف، متخصصة في طب الأسنان ومديرة مخلوف ميديكال سنتر في لبنان، خبرة ومهنية عالية في عالم طب الأسنان، صقلت مصداقية قوية تجاه المهنة وعكست شخصيتها الفذة على حياتها العملية والشخصية. نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت ومخلوف ميديكال سنتر نموذج فريد وعريق للتعاون ما بين العلمي والعملي والتطبيقي المهني. دكتور جورج حنا، كيف بدأت رحلة التعاون ما بين نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت ومخلوف ميديكال سنتر؟ شفنا بالدول العربية ما في بروجرام دنتال اسيست مساعد دكتور أسنان. بدنا نعرف أكثر عن البرنامج التعليمي المتاح للتلاميذ. نحن هلا هذا البروجرام نعلمه ب 104 لوكيشنز بأمريكا. قد ايه خريج الانستيتيوت هو قيمه اضافيه لعياده طب الاسنان؟ اكيد قيمه كثير كبيره. شو المخطط يلي عم تعتمدوه لسد العجز والبطاله يلي عم بيعاني منها الشاب اللبناني؟ احنا بامريكا بنعتمد الكونسبت اي تو اي، education to employment. فنحن الكونسبت اي تو اي نطبقه بلبنان. كيف تعاونت الانستيتوت مع طاقم اطباء مخلوف ميديكال سنتر البارزين بمهاراتهم وخبراتهم؟